بعد ما تعرفنا مع بعض على حالة الطقس ودرجات الحرارة، تعالوا بقى نتعرف على آخر أخبار النادي الأهلي بمختلف فرقه الرياضية وبمختلف أنشطته مع زميلتنا العزيزة مريم سميح من مقر النادي بالجزيرة. مريم صباح الخير عليكي وسامعينك، اتفضلي. بصبح عليك يا كريم، وبصبح عليك يا نهواندو، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد إن شاء الله يكون يوم جميل، طبعا متواجدين معاكم من هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان ننقل لكم أبرز وأهم الأجواء طبعا من إقبال الأعضاء وكمان من أخبار فريقنا الأول، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. يمكن البداية مع الأجواء هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، عايزين نقول إن يعني إقبال الأعضاء يمكن أكثر كثافة عن الأيام الماضية، ده طبعا يمكن علشان الناس بدأت خلاص إن هي تتعود على نسمات الشتاء، وكمان فصل الشتاء دخل بشكل رسمي فيمكن الناس بدأت تتعود على ده. عايز أقول كمان إن التواجد الأكبر للأعضاء كان عند منطقة المبنى الاجتماعي لأنه هو المكان المغلق، فيمكن الناس بالنسبة لهم ده المكان المناسب خلال هذه الفترة من الصباح الباكر. يعني درجات الحرارة عايز أقول إن هي بتتراوح ما بين 21 إلى 24، متوقع ليها إن هي تنخفض على مدار اليوم أو الساعات المقبلة من اليوم. عايز أقول كمان إن التواجد الأكبر داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة كان لكبار السن، تواجد مختلف الأعمار السنية داخل ملعب مختار التتش طبعا علشان يمارسوا رياضة المشي، يمكن كمان علشان يخففوا على نفسهم يعني الجو الشتاء برضو ويحسوا بدفء أكبر. عايزة كمان أقول الأجواء المحيطة أو الطرق المؤدية لمقر النادي الأهلي بالجزيرة برضو يعني بالنسبة أو مقارنة بالأيام الماضية يعني في سيولة مرورية أكبر، يمكن كان امبارح أو أول امبارح وهم بداية الأسبوع الأحد والاثنين كان في زحام شديد جدا نظرا إن هو بداية الأسبوع وكمان علشان بداية المدارس. يمكن النهاردة على الرغم إن هو يوم ثلاث وبيبقى في ناس كتير عندهم مشاكل مع يوم الثلاث، ولكن بالفعل كان في سيولة مرورية في الطرق المؤدية لمقر النادي الأهلي بالجزيرة سواء محيط العجوزة، الدقي، وكمان قصر النيل. يعني في كثافات بسيطة جدا على محور 26 يوليو وكمان محور صفت اللبن وكوبري السادس من أكتوبر. عايز أقول كمان إن يعني العمال بصراحة زي ما بقول لكم ودايما بأكد على الموضوع ده إن هم بدأوا من الصباح الباكر أعمالهم على قدم وساق، وكمان ابتدوا إن هم يكثفوا في أعمال التطهير، ده طبعا يعني خوفا أو تجنبا لانتشار فيروس كورونا داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. كمان القائمون على النادي بدأوا في تكثيف الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستقبال الموجة الثانية، واللي هي يعتبر مقارنة يعني ببقية البلاد برضو مش مسيطرة على مصر بشكل كبير، ولكن هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وأكيد طبعا في الفروع الأخرى بدأوا أن هم يكثفوا في الإجراءات الاحترازية استعدادا لويف 2 أو الموجة الثانية من فيروس كورونا. كمان انتهت منذ قليل التدريبات السباحة اللي بدأت في تمام الساعة 5 صباحا وانتهت في حوالي 8:30 أو 9 صباحا. عايزة كمان بقى ننتقل لأخبارنا أو أخبار الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي. النهاردة هيستأنف تدريباته التجمع الساعة 2 ظهرا إن شاء الله، وهيبدأ المران في تمام الساعة 3 عصرا. ده طبعا بعد ما كان بيتسو موسيماني يعني ادى للاعبين امبارح يعني راحه سلبيه. كمان عايزه اقول ان النهارده محمد هاني الظهير الايمن الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هو هيخضع لكشف طبي النهارده على يد الجهاز الطبي. الجهاز الطبي ان شاء الله النهارده الثلاثاء هيحدد اذا كان محمد هاني هيشارك خلال الفتره المقبلة أم لا، ده طبعا بعد ما تعرض لكدمة بسيطة أو جزع في الركبة في المباراة التي شارك فيها يوم السبت الماضي أمام توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022. النهاردة الجهاز الطبي زي ما قلنا هيحدد إمتى محمد هاني هيقدر إن هو يشارك أو يعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية. وأخيرا عايز أقول إن انتظام المحترفين سيد عبد الحفيظ كمان أكد إنه
انه انتظام المحترفين هيبدا من يوم 19 نوفمبر الجاري، سواء طبعا ل يعني علي معلول او اليو ديانج وكمان جيرالدو. السيد عبد الحفيظ قال ان هو كان بيطمن عليهم خلال الفتره الماضيه، وكمان بياكد عليهم موعد المشاركه في التدريبات الجماعيه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. طبعا هم غابوا الفتره الماضيه للمشاركه مع منتخباتهم في تصفيات كاس الامم الافريقيه. كمان عايزين نقول ان يعني التدريبات يعني بدءا من اليوم هتجري على قدم وساق استعدادا لماتش يوم 27 امام الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. دي كانت اهم الاخبار والاجواء هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. بشكركم جدا للعوده للاستوديو مره اخرى. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا للزميله العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي من داخل مقر الاهلي بالجزيره.